هذا مؤتمر عالمي بحق المشاركون فيه من أكثر من دولة من الدول الإسلامية، نحمد الله على هذا التوفيق. الآن مع المداخلة الثالثة مع الأستاذ الدكتور عمر الدريسي وهو ابن الدار، يعني أنا أتمنى أن لا يتمرد علينا، يعني حيث أنه ابن الدار، هو أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية شعبة الدراسات الإسلامية، ونهنئ إخواننا في هذه الشعبة على هذا النشاط العلمي المتميز. هو أستاذ كرسي القواعد الفقهية والأصولية بجامع القرويين أيضا، وهذا أيضا يعني من الإضافات النوعية. عنوان مداخلته من غير إطالة: الأبعاد المقاصدية في فقه المعاملات المالية لدى متأخري فقهاء المالكية. العلامة محمد التاويل رحمه الله انموذجا، رحمة الله على العلامة محمد التاويل، وحري بنا وواجب علينا أن نحفظ فضل هؤلاء العلماء وأن نعرف بهم وأن نعكف على أعمالهم وعلى تراثهم. أنا أنوه بهذا العناية بالأستاذ العلامة محمد التاويل رحمه الله، بارك الله فيك، تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد نظرا لضيق الوقت فالشكر موصول للجميع، وأدخل في صلب الموضوع. في الحقيقة إن المقاصد الشرعية في شريعتنا الإسلامية كلها حق وخير وعدل، ومطلب شرعي أصيل كلما كانت حاضرة لدى الفقيه والأصولي والمجتهد والمفتي، إلا وصانت الأعمال من الزيغ والضلال وضمنت العدل بين الناس في كل مجالات الحياة. ولا شك أن مراعاة الأبعاد المقاصدية في الشريعة الإسلامية مظهر حضاري رفيع يسعى إلى تحقيق التكامل والانسجام، يسعى إلى تحقيق التكامل والانسجام والتعاون بين الجميع، ويصير الإخاء والإقدام على العمل الأساس كل تقدم وازدهار، كما أن تجديد وتقصيد العلوم الشرعية يؤدي إلى حل مشاكل الناس في كل الأمكنة والأزمنة، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو العبادات أو المعاملات، لأن استحضار هذه المقاصد يضمن أداء الواجبات وحقوق الله تعالى وحقوق الناس، فلا تقصير في واجب ولا إهدار لحق ولا تقصير في الأداء، كما أنه لا تظالم ولا تناحر ولا صراع أو تنافس غير شريف، لأن كل إفراط أو شذوذ مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الاضطراب، وكل تفريط في أداء واجب يكون سبباً في إثارة المنازعات والخصومات وإغراق المحاكم بالدعاوى وتعطيل الأوقات وتجميد الأحوال، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالمعاملات المالية. ولعل السبب الرئيس هو أن جل المتعاملين في الأسواق الكبرى أو الصغرى أو المتوسطة يجهلون أو لا يستحضرون تلكم الأبعاد المقاصدية التي يجب أن يستحضرها ويتمثلها فقهاء المالية الإسلامية والمتعاملون داخل الأسواق وخارجها، غير أن الناظر في جل المعاملات المالية الموجودة الآن يدرك أنها ليست على الطريق الذي تنشده الشريعة الإسلامية في تحقيق الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات بشكل يحقق الحلال الطيب. لذلك أصبح لزاماً على كل فقهاء الشريعة الإسلامية التدخل بأبحاثهم العلمية ودراساتهم الميدانية في فقه المعاملات المالية وترشيدها وضبطها بضوابط ومقاصد الشريعة الإسلامية، قصد الوصول إلى درجة عالية في تجديد وتقصيد معاملاتنا المالية انطلاقاً من هذه المسلمات وغيرها. ونظرت في فقه السادة المالكية فوجدت أنهم قد اعتنوا بهذا المجال مطلقاً عموماً، القدامى منهم وكذا المتأخرون منهم، ولذلك أحببت أن أقف على مجموعة من الأمور المتعلقة بالأبعاد المقاصدية لدى فقهاء المالكية وخصوصاً عند المتأخرين منهم، واخترت أن أقف على نموذج جهبذ فذ له صيت عالمي وليس وطني فقط، هو العلامة أستاذنا الشيخ العلامة سيدي محمد التاويل رحمة الله عليه. في الحقيقة المداخلة هي أحاول أن أضع أرضية فقط وأركز على مبحث أخير، أما الأرضية ففيها تمهيد حول البيانات المفاهيمية للمداخلة، ثم هناك مبحث أول
عالجت في أثر المقاصد الشرعية في فقه المعاملات المالية، ومن أهم هذه الآثار حفظه، ويتحقق ذلك من طريقين: حفظه من جهة تحصيل أسباب الوجود، وكذا الثانية حفظه من جهة تحصيل أسباب صونه. أما المبحث الثاني، أنا أقول أعطي فقط تصميماً لأقف بعض الوقفات عند تقصيد الشيخ رحمة الله عليه. المبحث الثاني المقاصد الشرعية الكبرى للمعاملات المالية، هناك مقصد الرضا والاختيار، مقصد السماحة في البيع والشراء، مقصد الصدق، ثم مقصد التيسير. والأبعاد العامة هناك تختلف من بعض إلى بعض الأبعاد المقاصدية، فإذا نظرنا عند الطاهر بن عاشور مثلا فنجد أن حدها في خامس وزاد بعضهم سادسا وغير ذلك. فالمقصد الأول مقصد التداول والرواج، ومقصد الوضوح أي الشفافية، ومقصد الثبات الاختصاص وحرية التصرف، ثم مقصد الحفظ ومقصد العدل، وكذا مقصد التكسب والاستثمار. قلت هذا كله موجود في المداخلة إن كتب الله عز وجل النشر لهذه الأعمال وأشغال هذا المؤتمر، إن شاء الله تعالى ستكون متوفرة لدى الجميع. أما المبحث الأخير وهو نماذج من الأبعاد المقاصدية لفقه المعاملات المالية عند العلامة سيدي محمد الثوري رحمة الله عليه، فأقول إن الناظر في كتب العلامة سيدي محمد الثوري رحمه الله تعالى يدرك أنه فقيه أصولي مقاصدي يعمل على تجديد وتقصيد العلوم الإسلامية، ففي فقه المعاملات المالية وضرورة ربطها بمقاصد الشريعة الإسلامية يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العذب الزلال في فقه الأموال: إن من كليات الشريعة الإسلامية ومقاصدها الضرورية التي بنيت عليها المحافظة على المال، والمحافظة على المال وحمايته من التلف والضياع والغصب والاعتداء، كما تؤكد ذلك الأحاديث النبوية الشريفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فيما يلي آخذ نبذة وإطلالة وتجوال حول بعض منتجاته العلمية الفقهية والفكرية خصوصا فيما يتعلق بالمعاملات المالية. هناك أولا مقصد حماية أموال الناس وممتلكاتهم، ففي كتابه خصائص المذهب المالكي نجد العلامة سيدي محمد الثوري رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن خصائص الفقه الإسلامي عموما والمالكي خصوصا يقول: وهكذا الأمر في باب الأموال، فإن الحكمة من تحريم السرقة والغصب وقطع السارق وتأديب الغاصب هي حماية أموال الناس وممتلكاتهم. ولتحقيق هذه الحكمة وبلوغ الهدف تحرك الفقه المالكي في كل اتجاه للوصول إلى ذلك. يظهر هذا الأمر من خلال ما يلي: في باب السرقة توسع في مفهوم السرقة الموجبة للقطع بما يشمل سرقة الطفل الحر وسرقة الأكفان والسرقة في بيت المال والغنيمة، وتوسع كذلك في مفهوم الحرز المشترط ليشمل كل مكان لا يعد الواضع فيه مفرطا ومضيعا، وخفض نصاب السرقة إلى 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وسوى في الحكم بين مختلف الأموال المسروقة بما في ذلك الأموال المباحة في الأصل والأموال التي يسرع إليها الفساد، وعمم الحكم على كل السارقين الذين لا شبهة لهم وغير ذلك. فبعدما استعرض رحمه الله تعالى هذه الحقائق برهن على أن الفقه المالكي مساير لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فقال: وبهذه التشريعات استطاع الفقه المالكي مسايرة روح الشريعة الإسلامية وتحقيق مقاصدها وحفظ للناس أموالهم وممتلكاتهم، وعودهم الأمانة والاعتماد على النفس في حياتهم والقناعة بما في أيديهم والزهد فيما بيد غيرهم، واختيار وسائل العيش الشريفة التي تحفظ لهم كرامتهم وسلامة أيديهم من الخطر. ثانيا مقصد العدل بين البائع والمشتري، نلمس هذا المقصد من كتابات العلامة سيدي محمد الثوري رحمة الله عليه، خصوصا في كتابه العذب الزلال في فقه الأموال، فأثناء حديث على استحقاق المبيع تحدث عن فسخ البيع وعدمه وكذا الرجوع على البائع وغير ذلك، حتى قال: وأما إذا كان الشراء بغير النقود من أصول وحيوان وعروض وطعام وغير ذلك من المقومات والمثليات غير النقد فإنه يرجع بعين الثمن الذي دفعه ما دام قائما لم يتغير تغيرا مؤثرا في قيمته، كما لو اشتراه بحلي أو ثياب أو سيارة أو قمح فإنه يرجع بعين الحلي والثياب والسيارة والقمح يأخذ ذلك من البائع، فإن تلف ذلك من أصله رجع بقيمة المقوم ومثل المثلي، كما لو احترق الثوب أو السيارة أو استهلك القمح أو أسقط الحل في البحر، وبذلك إذا تغير الثمن وهكذا. فنجد أنه رحمة الله عليه أشار إلى مسألة أساس في هذا المقصد، وهي مسألة قال: فإذا زاد
الثمن تضرر البائع، وإذا نقص تضرر المشتري، فكان العدل هو الرجوع بمثل مثل وقيمة المقوم. طيب، إذن فهناك مسألة تطرقت إليها، لكن أمر على عناوين هذه القضايا: دعوى المساواة في الإرث. وقد أشار إلى هذا في كتابه دعوى المساواة في الإرث، وكذا في كتابه لا ذكورية في الفقه، ذاك أنه لم يجعل هذه الأبعاد وهذه المقاصد مفتوح الباب على مصراعيه، وإنما أنكر على من توسع في ذلك واستعمله في غير محله. ثم هناك مقصد المصلحة العامة، مقصد المصلحة العامة، وهذا يعتبر في الحقيقة مقصد الأساس. رجعت فيه إلى مجموعة من كتب الشيخ رحمة الله عليه، فوجدت أنه استعملها وأنكر على من استعملها في غير موطنها، لأنه يستعمل وفق مجموعة من الضوابط، خصوصا في فتوى ابن عرضون وغير ذلك، فقد ناقش الأمر. وكذلك مقصد الاحتياط والأخذ بالأحوط، الوقت لا يكفي لذكر مثل هذه القضايا. حاولت فعلا أن أجمع مجموعة من القضايا التي حاول تقصيدها العلامة سيد محمد سوي رحمة الله عليه، وهو من الكبار المجددين والمقصدين للعلوم الإسلامية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.